يعترف بها، كما ايضا افتتاح البرلمان، عوده الحياه السياسيه في البرلمان، ووجود تكتلات او تجمع لاحزاب يعني بشكل جديد، يعني تعرف الان يعني حتى ترتيب الاحزاب تغير تماما المشهد السياسي. هذا يكون طبيعي انه في نلتقي في مقهى سياسي في اخر اسبوع، انه نتداول هذا ونقلوه كعناصر في تفكيرنا او في تصورنا في مستقبل بلادنا. يعني هذه بدون اطاله، ما نحبش ندور الكل، لكن كل واحد منا قادر يعمل برضه كل خير منه، لكن نبداو يعني كمقدمه باش فضلوا مع السيده شكون شي تعرف الناس باش تعرف اساميهم تعمل قائمة يعني، وبعد إذا كان تم رحبوا بسلمى بكار هي ملوك مرافقتها. وخلص رحب بالناس كل قبيلة ولو كان جاو شيء تفضل. شكون يحب يتكلم ولا حد يعرف كلمه ولا شيء؟ ها؟